الو، السلام عليكم. صباح الخير. هاي انا على اساس جاي احكي بالموبايل، بس راح اشوفكم شغله على مود لا تعرف اني جاي اصور. هسه عندنا الساعه بالستة وستة وستة ونص صبح، طبعا برد مو طبيعي، والموظفه مريضه وبيها كورونا وقاعده هسه هنا، فانا راح اختبرها، راح اقول لها تعالي بدي اصور بضاعه اشوف بالله تقدر لو ما تقدر. انا متاكد تقدر، بس هذا بدي اشوفكم، شوف الصينيين ليش ناجحين، يحبون العمل مثل ما تشوفون. يعني عشت وياهم ولو انا من الصغر احب العمل، مريض ما مريض ما ادري شنو يجي، بس انا اقول لك هسه هي مريضه تشتغل، بس مو الشغل ذاك القوي. بعد راح اسوي اختبار هسه. يا بيات صبر شيء هذا يا ريتشي عنده تقعد يلا شاف صبي شاف صبي ايه بص الشدة خنص خنص السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا شروة جودة عالية وسعر رخيص جدا بسبب انتهاء الموسم، لان تعرفون احنا عندنا شتاء، واذا ما بعنا هذا الحذاء البيفرو بعد ما نقدر نبيعه. اليوم عندي العرض الزوج ب2.5 دولار فقط، واقل كميه تاخذ 10 ازواج. ما عندي يمكن فقط 60 او 80 زوج. هذا الاحمر، هذا التركوازي، طبعا نسائي قياسات من 35 الى 40. هذا اللون الثالث، ثلاث الوان، هذا واحد لون، هذا واحد لون، هذا واحد لون، واحد موديل جوده عالي كله فرو وشايفين ألف خير إن شاء الله. والمرض إجاني، خلنا نشتغل بسرعة بسرعة. جودة عالية، جلد ب2.5 دولار فقط، وأقل كمية تأخذ 10 أزواج، يعني تشتريها تضمها للسنة تجي على مود تربح بيها. والسلام عليكم ورحمة الله. ها هذا تلقى سمدون شي؟ تلقى وقيني من وقيتها من كان. وقيتها من كان. وقيتها من كان. وصو ني كان. ومن ليو دين زونا ما يوانتي ما يصو ووني يو ما يوليتشي. وقيتها من كان ديان زدا. وصو تلقى جينك ولا وان. شخين شي خوان كونزو. قلت لها ها شنو هاي؟ قلت لها هاي انا مسوي فيديو للزبائن. جاي اقول لهم شوفوا الصينيين شلون يحبون العمل. فقلت لها انا سويت تجربة. والناس شافوا. انا بالبدايه ايش قلت لها؟ قلت لها عندك طاقه؟ ليتشي يعني طاقه. فقلت لها عندك طاقه لو ما عندك؟ قالت اي. قلت لها عادي نسوي تصوير؟ قالت اي. فهمت شلون؟ هيك يعني نشطه. وهسه مره ومرتين ثلاثه حتى لو مريضه تسحب زحف تشتغل يحبون العمل. وصبحكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمه الله.